أهلا بكم مرة تانية في واحد من الفيديوهات المهمة بالنسبة لنا اللي هو بنتكلم فيه دلوقتي على حساب الكالكوليشن بتاع عمل الحسابات أو الكالكوليشنز بتاعت الانرجي بالانس لواحد من المباني. الحقيقة عشان نعمل الانرجي بالانس بنروح على الهاني بي المنيو بتاعت الانرجي، واروح ان هو تدور على اللي هو الـ energy balance calculations. read HVAC, read HRB, resource custom command, ID construct energy balance. الفيش ده نوصل عليه الـ HP zone اللي هم دول اللي هم جايين من المجموعة اللي تحت ديت، آخر واحد اللي هو داخل على الأناليسيز، يعني بوصل بيه الـ HP zone هنا، تمام. وبعدين باخد هنا بقى بوصل إيه، بوصل دول إيه بقى اللي عندي هنا، الكولينج الإنرجي بتاعته، الهيتنج الإنرجي بتاعته، الالكتريك لايتنج، الاكويبمنتس، الفانز، البيبل جينز اهو، توتال سولار جين، وبعدين انفلتريشن انرجي اللي هي الطاقه المفقوده نتيجه تسرب الهواء الخارجي، الميكانيكال فنتليشن، تمام. وبعدين تمام، دي بقى كده كده نشوف بقى كده هو عمل ايه. تقريبا عمل الايه الاناليسيس بتاع الايه الحاجات اللي هو قدر ايه يوصلها، تمام. خلينا لو احنا عملنا كده، طفينا دي تاني معلش، لو احنا حطينا في بعضهم اوفيس اوفيس، تمام، وداخل هنا اوبن اوفيس، ودي كمان اوفيس، وهنا خليناها برنت روم عشان يبقى ايه عندنا في اجهزه وفي استهلاك للطاقه وكده. وهنعمل دي ترو تاني ونشوف هيحصل ايه. كده تقريبا البرنامج عمل ران، حطينا اوفيسز وحطينا الحاجات اللي نقدر نضيفها، يعني في نغيرها في الوظائف بتاعت السبيسز، وظهر لنا الايه وصلنا الايه الوحدات دي. هنيجي عشان نطلع النتائج بقى، هروح على ليدي بانك ونجيب الايه بقى، في حاجه اسمها annual chart، حاجة اسمها ليدي بانك analysis period، هنحتاجها برضه average data، نجيب average data ديت، تمام، وهنوصل بيها ال energy with storage، تمام، ونجيب كمان ال analysis period،
نوصلها هنا تمام، وبعدين نجيب هنا بولين توجل عشان ايه يحسب الايه التوتال افريج، ونحطه كده اون. وبعدين في حاجة اسمها مانثلي ها للايه للاسطح. طيب لو عملنا كده خلينا نكتبها لدي باج مانثلي تشارت تمام، بار تشارت، خلينا نجيبها بالبار تشارت. الانبوت داتا هنجيب بقى ايه التوتال ها مانثلي بير اور، توتال مانثلي بير اور تمام، او نجيب التوتال مانثلي، نجيب التوتال مانثلي اوكي. وبعدين هقول له ايه بولين برضو، او خلينا نجيب دي كده واقول له ستاك الايه الفاليوز. يعني ايه ستاك الفاليوز؟ يعني نحط الايه القيم فوق بعض منها فوق بعضها. نشوف حصل ايه بقى كده، ايوه اظهر لي الايه التشارت. خلينا نشوف في البلان ابتدى يظهر لي التشارت، ابتدى ان هو ايه الستورج هيتي الستورج للانرجي، وبعدين الكولينج والميكانيكال فنتليشن والانفلتريشن، ودي الاحمال الحراريه الايه المختلفه. طيب انا عايز احرك بقى التشارت ده بره لانه راكب فوق المبنى كده، فانا هروح قايل له ايه بوينت واوصل البوينت دي فين عند البيز بوينت، واقول له ايه سيت وان بوينت ورحلها فوق كده شويه كده تمام. يبقى ده الايه دي الالوان دي هنا اهو، دي اللي هي كل لون الاستهلاكات الشهريه بتاعته، دي الاستهلاكات الايه الشهريه بتاعت كل لون. الاحمر اللي فوق ده ايه الاحمر اللي فوق ده اللي هو ده الاستورج، والاصفر ده اللي هو الميكانيكال، والاورنج اللي هو الكولينج. هتلاقي طبعا الكولينج في اشهر اغسطس وجولاي، اغسطس اعلى حاجه وابتدي يقل كده مع بقيه الشهور، والميكانيكال يزيد ميكانيكال فنتيليشن التهويه تزيد عشان تقلل الايه احساس بالرطوبه. فده تقريبا الايه توزيع الايه الاحمال الحراريه على مدار الاستهلاكات الطاقه تمام على الـ على الـ الاستخدامات المختلفه للمبنى تمام. ده المناخ نوت اللي هو الايه الداتا المناخيه بتاعت ايه بتاعت الرياض. طيب انا عايز اغير الكلام ده، اقول ايه اسميها كده بانل، اضيف بانل كويس. وبعدين البانل دي هوصلها فين بقى؟ هوصلها الترناتيف تايتل تايتل الترناتيف تايتل، والالترناتيف تايتل ده هقول له بقى انا هنا ايه هكتب العنوان ايه، هكتب مثلا average energy balance balance. هلاقي انه ايه انه هنا اتغير الايه التايتل بقى بالشكل ده. لو عايز تغير كمان الايه ال واي اكسس، الواي اكسس ده الاكس وده الواي، الاكس الواي اكسس هتقول له ايه ده اللي هو الواي اكسس ده انرجي كونسامبشن، وتروح موصلها دي كده يكتب لك ان هو ايه الانرجي كونسامبشن. بس خلينا نصلح اللي بتاعنا energy consumption كيلو وات بير اور اوكي. ده الانرجي كونسامشن كيلو وات بالايه بير اور.
وده كده اللي هو الايه اهم تشارت ممكن انا ايه انتجه عشان اقدر اعرف منه ايه الاستهلاكات بتاعتي عاملة ازاي ونوعها ايه متوزعة ازاي. ونقفل الفيديو ده على كده اهوت، ويبقى هو دي تقريبا ايه الطرق الاساسية بتاعت انتاج او عمل برزنتيشن للايه لنتائج التحليل الطاقة لاستهلاكات الطاقة للمباني.